عندما نتحدث عن الاتشي ديال الكريمات غالبا كنتحدث فقط على الطاكسيات الصغار والطاكسيات الكبار اللي كيستافدوا منهم بعض الناس الى اخره، ولكن الكريمات راه مساله كبيره. كاين الكريمات ديال الصيد، ديال الصيد على البحار، ديال المقالع ديال الرمال. انا مع المطلب ديال الكشف اولا، بعد ذاك الكشفوا للوائح الناس المستفيدين، ولكن انا اظن ان الدوله ما يمكنلاش في شكلها الحالي، في شكلها غير الديمقراطي الحالي، ان تكشف للوائح المستفيدين من هذه الكريمات. علاش؟ لاننا سنتفاجا، سنجد مجموعه من الجنرالات، مجموعه من الخدام ديال المخزن هم المستفيدين من الكريمات الكبار. بالتالي يجب اولا الكشف على اللوائح ديالهم. نعرفوا هاد الناس اللي كينهبوا المال العام، انا كنعتبر هذا نهب المال العام. وثانيا يجب الغاؤها بالنسبه لي، لانه يشكل اشكال من اشكال اقتصاد الريع. الغاء هاد الكريمات، اولا الكشف عليها، ثانيا الغاء ديالها. وانا اظن ان الدوله لن تستطيع، انا معتقد في شكلها الحالي، في شكلها باعتبارها دوله غير ديمقراطيه، وباعتبار هاد الكريمات هما شكل من اشكال الرشوه او اسكات او الهدايا لخدام المخزن الاوفياء، بالتالي لن نستطيع الكشف. ومزيان لو استطعنا نتعبئوا جميعا كقوى ديمقراطيه وحيه في البلاد من اجل الكشف على هاد اللوائح ديال المستفيدين.